بيبدأ فيلمنا مع واحد واقف مع عصابة وبيشتري منهم مخدرات، لكنه بيكتشف ان اللي بيشتري منه مديله سكر بودرة بدل المخدرات، ولسه هيطلب حقه راح ضربه وولع فيه. وبعدها بياخدوه للمستشفى، وهناك الدكتور بيقول لمراته ان حالته صعبة جدا ومش هيعيش كتير. وفي نفس الوقت مراته بتشوفه هو بينادي على اخوه ليون، وساعتها بتقرر انها تبعت له جواب علشان يجي. وبعد كده بنروح لليون اللي بيوصل له الجواب، وبنعرف ان جندي في الجيش الفرنسي في جبال جبوني في افريقيا. وبعدها بيروح للقائد وبيقول له من اسبوعين مرات اخويا حاولت تتصل بيا لكن محدش قال لي. فرد عليه القائد وقال له لاننا في حالة حرب ومفيش وقت للعائلات، وبيقول له ليون ان اخويا بين الحياة والموت ومحتاجني. لكن القائد بيقول له ان حياة اخوك ما تهمنيش، وان اللي يهمني هي حالة الحرب اللي احنا فيها. وقال له ما تنساش انك لما انضميت للجيش وافقت انك تسيب عيلتك. وبيقول له القائد انه فاضله في الجيش 6 شهور، وبيحذره انه يعدي الفترة دي على خير والا هيعتقله. لكن ليون مصمم انه ما يتخلاش عن اخوه وبيشتم القائد. ساعتها القائد بيقرر انه يعاقبه، وبيأمر الجنود يطلعوا الجبل كام اسبوع علشان يتأدب. بس قبل ما يطلعوا الجبل يتحبس الاول. لما بيطلع ليون من مكتب القائد بيبدأ يقاتل الجنود، وبيبان انه بارع في الفنون القتالية وبيقدر يضربهم كلهم ومحدش منهم بيقدر عليه. وبعدها بياخد عربية من عربيات الجيش، ولما بيحاول القائد يمنعه مش بيقدر. وبعدها بتطلع مجموعة عساكر وراه لكنهم مش بيلحقوه، وبيرجعوا للقائد وبيقولوا له انه ملوش اي اثر، وبيقول لهم انه اكيد هيموت في الصحراء يا اما من الجوع والعطش او الحيوانات المتوحشة. وبالفعل ليون بيتوه في الجبل، وبيبان عليه التعب الشديد لانه ليه فترة ما شربش ولا كل، لدرجة انه ما قدرش يكمل ووقع. واول ما وقع شاف البحر قدامه، وبعد كده بيهرب على سفينة وبيشتغل عليها، وكانت شغلانته عبارة عن انه بيزود مطور السفينة بالفحم. وبالفعل بيقدر يهرب من دوريات الشرطة اللي كانت في كل مكان. ولما بيطلع بيلاقي نفسه في مدينة نيويورك، وساعتها راح للقبطان وبيقول له انت قلت لي انك رايح لوس انجلوس مش نيويورك. فبيقول له انت ايه اللي هيفرق معاك. ساعتها بيتعصب ليون عليه وبيضربه، وبينط في البحر وبيوصل لميناء لوس انجلوس وما بيكونش معاه اي ورق ولا فلوس. وفي نفس الوقت ده بيكون قائد الجيش بيطلب من رئيسه انهم يتعاملوا مع ليون وكانه خاين للدوله، وانهم لازم يجيبوه من امريكا. لكن رئيسه بيقول له ان الانتربول مش فاضل للقضيه اللي زي دي، وان ترحيله من امريكا هيكون صعب. وساعتها بيقول له انه هيبعت رجالته علشان يجيبوه، بالفعل بيعمل كده. وبنرجع لليون بعد ما وصل للوس انجلوس وحاول يتصل بمرات اخوه لكن مش بيقدر لانه ما معوش فلوس. وبعدها بيلاقي زحمه تحت كوبري وبيروح علشان يعرف فيه ايه، ولما بيوصل بيعرف ان المكان ده بيتعمل فيه رهانات غير شرعيه. وساعتها بيقرر ليون انه هيشترك في الرهانات دي، لكن محدش من الموجودين بيراهن على ليون لانهم بيحسبوه ضعيف، ومفيش غير واحد بس اللي بيراهن عليه وهو جون اللي بينظم الرهانات. وبيبدا القتال بينهم، وبيكون ليون هو اللي مسيطر لدرجه انه مش بيخلي خصمه يضربه ضربه واحده، وبيخلص عليه بسهوله. وبعد ما بياخد الفلوس بيحاول انه يتصل بمرات اخوه مره تانيه، وساعتها بيلاقي التليفون غير موجود بالخدمه. وبعدها بيطلب من جون انه يساعده علشان يروح لوس انجلوس. وساعتها جون بياخده لواحده اسمها سينيسيا، وبنعرف انها بتنظم مباريات غير شرعيه للاغنياء بس. ولما بتشوفه سينيسيا بتعجب بيه جدا وبتراهن عليه بفلوس كتير. ولما بيبدا القتال بيقدر يفوز بضربه واحده وهي الناهيه، وساعتها سينيسيا بتاخده في العربيه بتاعتها وبتهنيه على فوزه بقيمة الرهان اللي هي 5000 دولار، وبتقول له ان الاسبوع اللي جاي هتنظم رهان جديد وهيكون اكبر. لكن ليون بيقول لها انه مش عايز فلوس، وانه وافق في الاول علشان يجمع فلوس اللي تخليه يوصل للوس انجلوس. وبيرفض يدخل قتالات تاني وبيخليها تنزله على الطريق. وبينزل جون وراه وبيحاول يقنعه انه يلعب، لكن ليون بيكون مصمم انه مش هيلعب تاني. واثناء محاوله جون باقناعه بيطلعوا لهم مجموعه شباب عايزين يسرقوهم، بس حظهم السيء وقعهم مع ليون وبيبدا يتقاتل معاهم لحد ما بيخلص عليهم. وبعد كده بيروح ليون لوس انجلوس، واول ما بيوصل بيروح للدكتور اللي مسؤول عن حاله اخوه، وبيعرف منه ان اخوه مات، وبيزعل ليون على اخوه، وبيعرف ان اخر اسبوع عايش اخوه كان بيندى عليه. وبعدها بيسال على اللي حرق اخوه، هل الشرطه قدرت تمسكهم ولا لا؟ فبيرد عليه الدكتور وبيقوله الأهم دلوقتي إنك تهتم ببنت أخوك ومراته، لأنهم عليهم فلوس للمستشفى بتكاليف العلاج، وبيعرفهم إن حالتهم المادية صعبة. وساعتها بياخد العنوان من المستشفى وبيروح على بيت أخوه، وأول ما بيوصل بيتعرف على بنت أخوه نيكول، لكن مش بيقولها إنه عمها. وبيلاحظ إن الديانة اللي ليهم فلوس عند أخوه بيتخانقوا مع مراته، وأول ما مرات أخوه بتشوفه بيبين إن في مشكلة بينهم وبترفض تدخله البيت، وبترفض كمان إنها تاخد منه فلوس. ولما بنتها بتسألها مين ده مش بترضى تقول لها،
وبيضطر ليون يمشي وبياخد جون وبيروحوا حينة علشان يشربوا لحد ما بيسكر، وساعتها بياخدوا جون لمكان فخم علشان يبات فيه، وبيقول له ان ده مقر الشغل بتاعي في لوس انجلوس، ومن كتر تعبه بينام. وفي تاني يوم لما بيصحى بيلاقي نفسه من غير هدوم وبيشوف قدامه سينيسيا وبتصبح عليه، ولما بيسالها على هدومه بتقول له انها هي اللي قلعته وادت هدومه للخدم علشان يولعوا فيها، وبيستغرب وبيقول لها ازاي همشي كده، وبتدي له روب يلبسه دلوقتي، وبتقول له انهم هينزلوا يشتروا هدوم، وبالفعل بتاخده وبتشتري له هدوم كتير. ولما بيرجعوا بتحاول انها تغريه علشان يعمل معاها علاقه، بس هو بيرفض وبيقول لها انه موافق يلعب مباريات قتاليه، وبنعرف انه هيعمل كده علشان يكسب فلوس يقدر يسايب بيها مرات اخوه. وبالفعل بيروح لاول قتال وبنعرف انه هيواجه مقاتل اسكتلندي، ولما بدا القتال المقاتل الاسكتلندي عمل نفسه كانه هيسلم عليه لكن بيضربه في عينه، وبيبدا يضربه وبيكون هو اللي مسيطر على القتال لحد ما ليون بيقدر يستجمع قوته وبيكسب القتال. وفي نفس الوقت ده بتكون رجاله قائد الجيش وصلوا لوس انجلوس وبيفضلوا يراقبوا بيت اخوه علشان اول ما يجي يمسكوه او يقتلوه، وبيفكر ليون في طريقه علشان يوصل الفلوس لمرات اخوه، وبيبعت لها جون صاحبه وبيخليه يقول لها ان جوزها قبل ما يموت عمل شهاده تامين، وبكده هيجيب لها مرتب كل شهر وبيديها فلوس كتير وبيقول لها استني كل اول شهر مبلغ زي ده. وبنرجع لليون وبيفضل يلعب مباريات قتاليه كتير وبيقدر يفوز فيها، وكل فتره بيروح يشوف بنت اخوه من بعيد، وفي مره وهو بيشوف بنت اخوه بيشوفوا رجاله القائد وبيجروا وراه لكنهم مش بيلحقوه وبيعرفوا انه هيرجع تاني لانه ما شافهمش. وليون بيكون معاه مباراه قتاليه في حمام السباحه، ولما بيبدا القتال بيبان ان خصم ليون قوي وبيفضلوا يتقاتلوا لحد ما خصمه مسكه وكان عايز يغرقه، لكن ليون بيقدر يفلت منه وبيفوز عليه، وبعدها بيطلعوه من الميه علشان ما يغرقش. وفي نفس الوقت ده بتعرف سينيسيا موضوع مرات اخوه، وده اللي بتخليها تقلب عليه لانها بتفتكر ان في علاقه بينه وبين مرات اخوه. وبيروح ليون يشوف بنت اخوه بس مش بيقف بعيد وبيروح يتكلم معاه شويه، وفي الوقت ده بتيجي رجاله القائد ومرات اخوه بتجري علشان تاخد بنتها وتمشي، وليون بيترجاهم يسيبوه وبيقول لهم ان الطفله هتتشرد وبيطلب منهم اسبوع يجيب لهم فلوس كفايه، لكنهم مش بيرضوا يسمعوه وبيقولوا له تعالى معانا وقول الكلام ده للقائد. وبيحاول ليون انه يهرب منهم وبيدخل معاهم في قتال لحد ما بيقدر يخلص منهم وبيهرب وبيروح للمستشفى، وبيعرف ان عنده ضلوع مكسوره ولازم يقعد في السرير لمده شهر، وبيمشي وبيروح لمرات اخوه مع صاحبه جون وبيعرفها ان هو اللي كان بيبعت الفلوس، وبيعرفها انهم لازم يمشوا من هنا لان في خطر عليها وعلى بنتها، وبيبان انها سامحته وبتعرف بنتها عليه وبتقولها انه عمها. وبعد كده بنروح لسينيسيا وهي قاعده بتتفرج على مقاتل ضخم اسمه تيلا، وبنعرف انها قاعده مع رجاله القائد وبتقول لهم انها تسلمهم ليون بعد المباراه اللي جايه لانه هيخسر الرهان ده. ومن الناحيه التانيه بيكون ليون اخد مرات اخوه بنتها لبيته وبيجيب لبنت اخوه هدايا بمناسبه الكريسماس، وبعد كده بتجيله سينيسيا وبتاخده في عربيتها وبتقوله ان القتال اللي جاي مش عادي وهيكون رهان كبير جدا، وبتقوله لو كسبت ممكن تبطل مباراه قتاليه. وفي تاني يوم بياخد ليون مرات اخوه بنتها وبيفسحهم وبيبان ان ضلوعه وجعاه، وبعدها بيقعد مع مرات اخوه بيقول لها ان النهارده معاه رهان كبير ولو كسب هيبقى معاه فلوس كتير، وساعتها ممكن نمشي من المدينة دي ونروح نعيش في مدينة تانية أكتر أمان. وبعد كده بيأمر ليون جون إنه يسحب كل الفلوس ويراهن بيها على نفسه، وفي الوقت ده بيعرف جون إن ليون عنده ضلع مكسور وبيخاف لحسن يخسر، بس ليون بيطمنه وبيقول له ما تخافش أنا هكسب مهما حصل. وبيعرف ليون إن الرهان وصل 12 مليون دولار، ولما بيروح لمكان القتال بيشوف رجالة القائد هناك وبيعرف إن سينيسيا سلمته ليهم، ولما بيبدأ القتال بيبين إنه صعب على ليون لأن خصمه أضخم منه في الحجم، واللي بيزود صعوبته إن تيلا عرف إن ليون عنده ضلوع مكسوره وفضل يضربه في جنبه كتير، وبيفضل تيلا مسيطر في القتال لحد ما بيقع على الارض. وبيعرف من جون ان الاغلبيه مراهنين على تيلا، حتى سينيسيا مراهنه على تيلا، لكن ليون بيقول لجون ان رهانهم غلط وان هو اللي هيكسب، وبيقوم ليون تاني وبتبدا الناس تشجعه حتى رجاله القائد بيشجعوه، وساعتها بيقدر ليون يسيطر عليه سيطره كامله وبيفضل يضربه لحد ما بيخلص عليه، وبعدها رجاله القائد بياخدوه وبيمشوا وبيوصلوه البيت علشان يودع مرات اخوه نيكول. ومن الناحيه التانيه بيتقبض على سينيسيا بتهم تنظيم رهانات غير شرعيه، وبيودع ليون اسرته وبيديهم الفلوس وبيبقوا زعلانين جدا عليه لانه هيسيبهم ويمشي، ورجاله القائد بياخدوه في العربيه وبيمشوا، لكن في الطريق بيقرروا انهم هيسيبوه، وبالفعل بيرجع ليون لاسرته وبيكونوا فرحانين جدا انه رجع لهم. وبكده احنا خلصنا الفيلم، لو الفيلم ده عجبك يا ريت تعمل لايك للفيديو، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، ويا ريت تنزل في الكومنتات تقول لنا رايك، وما تنساش الجرس ليصلك كل جديد. وكان معكم احمد اشرف اللي سجله، وما ننساش امونيوس اللي كتبه وهشام صلاح اللي منتجه، وما تنسوش تعملوا لنا فولو على الانستجرام. وبس كده، سلام.